الحلقة الثانية من شهادة الدكتور محمد شريف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. السلام عليكم. حياك الله دكتور. بالحرب الدولة اتجهت لطرق باب المرجع الشيعي الأعلى أو زعيم الطائفة الشيعية في ذلك الوقت السيد الخوي. سيد الخوي. وشكلت وفد. نعم. من وزارة الأوقاف. نعم. ورحت إلى النجف والتقيت بسيد الخوي. شو طلبتوا منه؟ كان وفد من الأستاذ العلامة طبعا المفتي العراق آنذاك عبد الكريم البياري المدرس هو المدرس بالقيلاني وسيد شاكر البادي وأنا معاهم مع ترتيب مسبق طبعا. الرجل احترمنا كثير وبعد ما عرض على الأستاذ عبد الكريم البياري أنه نرى أنه من الواجب أن نسعى لوقف هذا الحرب ومكانتك كمرجع شيعي كبير احنا نرى بأنه لك دور كبير تأثير كبير فنرجو أنه تصدر أمر بوقف هذا الحرب يعني بمنع ببيان أو أي صيغة تشير إلى أن هذه الحرب حرام بين المسلمين وتطلب إيقافه. قال له أنا لا أدخل لا أتدخل لأني قاطع بأنه لا يفيد وهذا لا يفيدكم لا يفيدني ولا يفيدكم التدخل. قاطع هاي لغة الأصول. وقاطع هذا في هو إصطلاح استعمل مصطلحات أصولية. فمن يقول الأصول القاطع يعني الباقي أي حجة تسقط هو قاطع منتهي. حاولنا يعني أن نقول نعيد صياغة نرتبها يعني نعيدها بشكل آخر بأنه ما يفيد لكن تدفع المسؤولية عن نفسك كأكبر مرجع. أنا قاطع أنه ما يفيد أصر على نفس الشيء. طبعا أنا صورنا أنه ما يريد ينزلق إلى هالميدان لأنه ربما يتبعه أمور أخرى أو يخسر موقع نوعا ما وكان له موقع كبير غير موقع أي مرجع آخر لأنه رجل عالم مليء يعني مو دول فارغ. هو نأى بنفسه عن الإحراج لو حسيته متعاطف مع إيران لو لأنه شيعي. والله هذا ما أنا ما نقدر بالتأكيد إلى علاقة بموقعه يعتبر أنه يخسر شيء شيء يخسر يخسر من الشيعيته يخسر من انتماء إلى إيران أيضا مثلا يخسر باعتبار أنه يركز يصير نقص هو مو بس هو كثير أكو بعض علماء الدين السنة أيضا ما كان يقبلون ما يقبلون ما له ما يقبلون يقول لك مثلا أنتوا بدأتوا بالحرب أنتوا قسم منهم أنتم ما قلت لنا ما أشرف ما أخذت رأينا ما أخذت رأينا الآن شو راح نسوي بس هو ما تحدث بهاللغة لا 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 إطلاقا قاطع وما يفيد لا نقد ولا أبدا. هذا التوجيه منين من الرئاسة أو منكم من الوزارة وحتما من الرئاسة. شلون شفت شخصية الخوي؟ والله هو شخصية علمية مليئة كانت ومتماسك شفته هو ربما محق بالنسبة إلى موقعه لأن يعرف الخميني ما كان يسمع كلام أحد وعنده تقاطعات مع الخميني عنده تقاطعات مع الخميني وما يريد يخسر كثير من الناس هم تلاميذه لكن في نفس الوقت متعاطفين مع الخميني.
فقط مع الخوي حاولتوا؟ مع علماء الدين آخر مستمرة محاولات وأخير شيء يعني، بس المحاولات الأخرى كثير، مو بس إحنا يعني، كان معنا خطباء ممتازين مثل صبح الهيتي، شيخ عبد الله حسين. لا هذول محسوبين على الدولة، محسوبين الدولة، لكنه يحكون يعني يتغلغلون بين. في البداية مثلا حتى بيت السعدي لما كنوا متحمسين عبد الملك وإخوانه عبد الرزاق، بعدين حسوا بأنه مسألة يعني. زين اشتغلتوا على رجال دين داخل إيران؟ لا أنا شخصيا لا. بلبنان؟ ولا لبنان، بس اشتغلنا على رجال الدين الشيعة في باكستان. شلون؟ يعني كثير منهم لهم نفوذ كبير، يعني مئات الألوف خاصة بأوروبا، كثيرين ثلاثة ناسي أسماءهم، التقينا بهم وكانوا يجون للقنصلية، يعني إلهم علاقة بالقنصلية. لكن أنا أحدهم تكلمت معه قال أخي أنت تريدني أن أقتل؟ أنا ما أريد أن أقتل، شهيد، أنا ما أريد أصير شهيد. من يقتل؟ يخاف من الإيران؟ يخاف من إيرانيين يقتل يعني. كان تأثير لهم معناها بكثر. كان تأثير. أيضا من ضمن المحطات فتحت جدار في مرقد الإمام علي عليه السلام. هذا كان قصة طويلة يبدو. قبل ما أصير أنا وكيل، كنت مستشار قبل ذلك، كان أسمع أنه هناك قصة يريدون يفتحون، يسوون. مدير عام الهندسة قال لي أكو فكرة يجمعون الهدايا النفيسة التي قدمت لمرقد الإمام علي يصير متحف بشكل معين بجهاز مبكر، ما أدري شنو، إنذار مبكر، فيروحون لإيطاليا على أساس يجيبون هالمسائل. بس لحد الآن ما فتحت يعني، ما نعرف هال. أنتوا عندكم فكرة وين هي هاي موجودة الهدايا؟ ما عندنا فكرة، ما تعرفون، بس موجودة بالروضة، بس وين ما تدرون. وين ما ندري. كلفني الوزير شكل وفد لجنة، أنا طلبت منه أنه هاللجنة لازم يكون من النجف، من أصلاء النجف، يعني يكون من، لأنه هذه حساسة، كنا نعرف أن الشيعة ما يتحسسون عند النواحي، ربما ما كان عندهم ثقة يعني. فعلى أي حال يكون خلي لجنة محترمة مع إخوان آخرين، ومدير الأوقاف يا بعد جيب لنا ناس لكل الناس بالنجف يحترمون هذول، وما لهم عدا عاقب الدولة وبغير الدولة وبالسياسة. فاختاروا شيخ الدكتور عز الدين بحر العلوم، شخصية معروفة، أكاديمية معروفة، ودكتور قلت لك نسيت، شيخ مهدي خرسان، عالم كبير، أي صديق دكتور بشار، هم بعلم الحديث، وثنين من خبراء الآثار مؤيد سعيد كانوا يهم أعتقد، مدير عام للآثار، مو مدير عام آثار، خبير في وهي السعيد كان في ذلك الوقت خبير بعده؟ خبير يعني، يعرفون أنه هذا يعرف، نعم، مدير عام آثار أو غيره، ما أدري والله، على كل أسماء معروفة أعطيتك أسماءه. هو مؤيد سعيد واحد منهم كان مدير عام، موجود بالورقة؟ أي مؤيد سعيد موجود، أي موجود، وهادي فياض أيضا موجود. على أي حال رحنا لهم، طبعا مدير الامن حاضر اكيد، مدير الامن ومحافظ، هذا مدير الاوقاف ومحافظ موجودين هذول. فانا اخذت معايا، كان في الوزاره مصور،
مصور أخذت معه بس هذا المصور، أنه شنو نشوفه تصوره وإحنا نكتب. طبعا راحت الشيخ خرسان كأنه شفت نوع من التردد، قلت له يعني ما داعي، ماكو داعي للتردد، بالعكس هذا مصلحتكم حتى تطلعون عليه، لأن الدولة لا سمح الله إذا رادت أن تأخذها تأخذها علنا أو سرا، لكن إذا سوينا متحف لا دولة ولا غير دولة ما يقدر يمس، ويكون لمصلحة تماما تقريبا اقتنعوا به. يعني لذلك شفتهم من حضروا يعني ما مو تقول يعني رحتوا للمرقد وما تعرفون وينها. دخلنا المرقد يابا شعبان هذا مدير الأوقاف وينه وين هذا المكان هذا، كان أكو مقداد رئيس مقداد الربيعي أعتقد رئيس السدنة سدنة والله ما ندري هم ما يدري كم أيضا كلهم قالوا ما ندري. إذن كيف حضروا ثلاثة أربعة عمال من عندهم يجون يتفحصون الجدار لأنه واحد موجود بها الجدار اجتهاد اجتهاد ما تدرون يعني. أي ما لا. أنا شخصيا بالنسبة لي ما أدري، هم كأنه لا يدرون بس هم يدرون بس هم يدرون اعتقادي هم يدرون بها الجدار موجود. أول ما تدخل الروضة على اليسار جدار يعني قد هلها منا كبير وعريض على يدخل بالطرق بالطرق اطرق اطرق بين صوت تغير مكان. عندما صوت تغير يا بركزوا على هذا المكان، ركزوا عليه شلعوا قلعوا شلع قلع بال شلع قلع شلع قلع فالصدر يعني ظهر باب 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 يبدو باب ساج قديم، يعني قسم منهم قدروا بثلاث مئة سنة أربع مئة سنة قديم. كسروا الباب على كل فتح يعني دفعوا دخلنا الغرفة، غرفة كبيرة داخل الجدار داخل الجدار هو الجدار داخل الجدار. فإذا به حوالي 19 صندوق صورنا كلها مليانة من هالمسائل، حوالي 10 فتحنا صدفة ما بي ولا شيء من الآثار، كلها عبارة عن قناديل 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 الموضة. يبدو أنه قبل ما يصير كهرباء كان أكو مصابيح. أعتقد 9 أو 10 فتحنا، فإذا بريق ذهب وبريق ما لا يوصف. شكرنا الله لأنه عملنا ما فشل أصبح شفنا شيء مهم. فهذا إحنا اللجنة كلها قاعدين كما راح تشوف في الفيلم، والدفتر عندي هذا دفتر الشفتة الرقم هذا هو هذا. شو تقول أنت شيء قد شونا شو اسمه اسمها ماخذينكم خبراء من البنك المركزي يقدرون موجودين. هذا لا, 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 لا يقدر بالثمن، هذا يقدر بكذا، هذا هي شيء، هذا الدر، هذا هالمعادن المعروفة ذهب. كملنا طبعا كلنا بي كان بي در سموها هم يسموها معناته يعرفون قالوا هاي درة اليتيمة، سامعين أنه بالهدايا أكو درة ما مثيل إلها سموها درة اليتيمة، كانت جميلة جدا لا نظير لها لا نظير لها. شفنا موجودة بنباوى عليه على كل راحت شو نسوي. طبعا قلنا أنه خراسان ما عند ماكو متحف بخلي لازم نخلي رجع مكانه. فصار شراء لخمس قاصات، قاصات كبيرة عملاقة عملاقة كلها رجعناها بعد ما تفحصناها وكتبنا وصفة اللي عرفنا اللي حسب وصف الجماعة
كلهم تأكدوا منا. وبالليل طبعا هاي كلها بالليل، ما بالنهار ما راح يصير. سنتين بالنهار ما دخلتوا بالليل انتوا لو بالنهار؟ كله بالليل العمل، لكن بالليل. فرجعنا بالقاصات خلوهم بهنا، لأن طلعتوها كل الموجودة بال كل موجودة، وخلينا بالخمس قاصات. قاصات بكل قاصة بثلاث مفاتيح، مفتاح أخذناه لوزارة الأوقاف، مفتاح انطيناه للمحافظ، ومفتاح للنجف. نجف وين يعني؟ يعني عند السادن؟ سادن، عند السادن، يعني لا يفتح إلا. لا أعتقد أنه فتح لحد الآن، أنا ما أعتقد. ما فتح؟ لحد الآن ما أعتقد، لأنه ما القاصات وين ما كانوا خليتوها؟ نقلناها بنفس الغرفة، صديناها بنفس الباب. رجعت مكانها؟ مكانها سووا مثل الأول. ورجعوا بنا واللي قبل؟ رجعوا بنا والجدار. زين أنتوا المعلومات اللي جتكم أنه في هذا الجدار هناك درر ونفائس، منين جت هاي المعلومات؟ انتوا كوزارة هذا معروفة متوارثة. انتوا كوزارة اوقاف متوارثة. انا ما اعرف، يبدو اوقاف النجف وزيد يعرف، بس انا ما كنت اعرف انه اكو نفائس مخزونة مدفونة. بعدين صار تأويلات، هم كلهم قلنا احنا ما نعرف، بس لا ما يعرفون. انا قناعتي قسم منهم كانوا يعرف، ما معقول السادن ما يعرف. منين مصدرها؟ بس هذا كلها هدايا لزمن الصفويين وزمن القاجاريين، وقسم منهم مو قديم. هاي الخنا سيوف يعني ذهبية. يعني شو مو قديم؟ مئات السنين على الأقل. على الأقل مئات السنين. إيه مئة سنة على الأقل. على الأقل مئة سنة. على الأقل مئة سنة. وضل مكانه. وهذا اللي بعد ما خرجت من بغداد أخذته معايا، هذا الفيلم وال المفتاح. لا المفتاح اعطيته للوزير، بس المسائل كلها اخذتها معايا. ف رحنا لبغداد، اعطيته حقيقه للسيد عمار حتى يعرف بي. سيد عمار حكيم؟ عمار الحكيم. هاي بعد 2003؟ اي 2007 اعتقد، 6 7 هيك أعتقد. يعني قبل شهر نشر أحد تلفزيون ناشر هالخبر. وين؟ ما حد بلندن. بلندن نشروا الخبر. نشروا الخبر. على أي حال، هذا يعني عمل كان بالنسبة لنا تاريخي، لأنه أصبح بس كان صار سنة 88 انتهى الموضوع، فما ظل شيء وصار حرب المشاريع كلها انتهت. زين انتوا اطمئنيتوا انه بعد ما دخلوا ما صارت الانتفاضة و... لا لا، بعد الانتفاضة رحنا ما صار شيء. ما صار شيء؟ لا لا ما صار. يعني تأكدتوا القاصات موجودة؟ لا، لأنه لازم تفتحها من جديد، لازم تهدم الجدار من جديد. لا، هذا مفروض ما يهدم هذا الجدار، ما يخرج إلا بعد بناء متحف. وليش ما بنيتوا متحف أنتوا؟ دخلنا متاهة. متاهة، ما بس الله يعرف مداها. زين أنت مطمئن حتى هذه اللحظة؟ أنا مطمئن. هذه الدرر موجودة؟ أنا مطمئن، ما حد يقدر يطلع، لأن بي ثلاث مفات. اللهم إلا ما يقدر إلا الدولة. هو قصدي إلا الدولة ما يقدر. لا، المفاتيح وينها الآن؟ مفاتيح القاصات وينها؟ مفروض ما أدري هسه، مفروض مال الرئاسة وين راحت؟ الزملاء يدرون ذهب بيها، الأمريكان ذهب بيها، إيش ما أدري. اللي بالمحافظة يجوز كلها رايحة، يجوز هو بالأخير ما يضطرون يكسروها. السادن تغير، سادن تغير، المحافظ تغير، كل شيء تغير، وزارة الأوقاف تغيرت، كل شيء تغير. ما ظل شيء يعني؟ ما ظل شيء يشبه ذاك الزمان، خاصة بالأوقاف. ولا نسخة من القاصات موجودة؟ نسخة مفاتيح أبدا؟ لا أعتقد، لا أعتقد.
ما ضل شيء إذا ما ضل لا كتاب ولا أيضا من ضمن الصفحات الموجودة صدام حسين استقبل رجال دين مفكرين إسلاميين. نعم. وكانوا يتحدثون معه بجرأة. نعم. حقيقة للتاريخ فيما يتعلق بهاي الحرب الأخيرة اللي يسموها عاصفة الصحراء. حرب الكويت. حرب الكويت اللي دمرت العراق. الأخضر واليابس. انتهى كل شيء. أنا بالنظري لي العراق انتهى ذاك اليوم. فأخلص الناس للعراق لمنع هالكارثة هم زعماء الإسلاميون. يعني كانوا حريصين جدا على إقناع الرئيس بالانسحاب بعكس الزعماء العرب أو زعماء الدول الأخرى. ربما أنا ما أعرف هل كانوا يريدون يورطوا أكثر لأن ما شفنا. يعني هالمدة بس الوزارة الأوقاف مشغولة باستقبال الشخصيات الإسلامية إما منفردة أو بوفود وفود. لكن أهم وفد هو هذا الوفد اللي قبل أواخر 11 90. أي 90 بداية 12 يعني قبل الحرب شهرين. شهرين أقل من شهرين. أقل من شهرين. أقل من شهرين. بس المسائل يعني بوضع في الكويت كأنه حرب. يعني ما باقي للعراق سلطة هناك. وضع حرب. على أي حال هذا الوفد يتكون من كل رؤساء الحركات الإسلامية شخصية. يعني الغنوشي الترابي أبو ماجد عبد الرحمن خليفة أبو الأردن غوشة رئيس حماس آنذاك نجم الدين أربكان رئيس حزب إسلامي رفاع نجم الدين أربكان طبعا عدنان سعد الدين كامل الشريف قاضي حسين هذا خليفة خليفة المودودي رئيس الجماعة الإسلامية مع دكتور بروفيسور خرشيد أيضا شخصية كبيرة في الجماعة الإسلامية صديقي وأعرفه. هاي ذول جاوب دعوة منكم؟ لا هم جاوب هم لا أنا ليش أقول هم كلهم مبادرة من عندهم ما جاء أحد لكن احنا كنا نشجعهم يعني من يجون نحاول نختلي بهم وضع خطر وضع كذا هذا جهات سووا حاولوا تثنوا الرئيس عن هذا العمل. فالصدفة يعني من جاء هذا الوفد الكبير أكبر وفد السيد الوزير الله يرحمه الأستاذ عبد الله فاضل كان الرئيس داز إلى مع الدكتور بشار إلى كويت إلى رفو إلى كوبا يحملون رسالة من الرئيس إلى كاسترو كاسترو وظلوا وحكتهم مدة طويلة 15 يوم أسبوعين هالفترة هم جو طبعاً الرئاسة خبروني أنه نستقبلهم في فندق الرشيد ثم حددوا موعد اللقاء. موعد اللقاء كان ليلاً بين الساعة 10 إلى 1 بالليل في إحدى عرفت لأن من رح دخلنا من دخلنا عرفت أنه هذا بيوتات الوزراء أحدى البيوت. بدأ بالكلام طبعا الرئيس كان معه سكرتير فقطي ومعدي واحد آخر أو لا كلام ضيق مكان ضيق يعني مش بالقصر. لا لا مو قصر مو قصر بيت عادي. فبدأ بالكلام سيد أبو ماجد باعتبار أكبرهم سنا يعني رئيس الإخوان المسلمين مع الأردن قال سيادة الرئيس
احنا جايين من الملك فهد، رحنا شفنا الملك فهد. الملك فهد لا يزال يحبك ويذكرك بخير، طلب منا أنه حاضر أي خدمة، شي يقول أنا حاضر بس يطلع من الكويت. يعني رسالة من الملك فهد، رسالة من الملك فهد الشفهية من هدول إلى الرئيس. وبعدين بدأوا ايش قال جاوبه شخص آخر بدأ يحكي، قال له اتركوني جاوب الشيخ، ما خلى أحد يحكي. خلينا نشوف جوابه بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، وقفة ونتواصل مع ضيفنا الدكتور محمد شريف في الجزء الثاني من الحلقة الثانية. مرحبا بكم ومرحبا بضيفي الدكتور محمد شريف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. واحد من أعضاء الوفد يحمل رسالة من الملك فهد إلى الرئيس صدام، قال أنا ما عندي شوية وحاضر لأي شيء بس ينسحب. أوكي، بعدين بعد ما بعض الإخوان تحدثوا فالرئيس قال تركوني جاوب الشيخ. من هو هذا الشيخ اللي قال لك؟ هذا عبد الرحمن خليفة أبو ماجد. أبو ماجد رئيس الأردن مو؟ أردني، بس الإخوان الأردن. قال لي ملك فيه فهد صحيح ما يحبني، ما 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 عنده شيء، ما عنده شيء وياه صحيح، لكن أنا عندي شيء وياه. هو ما يطلبني، أنا أطلبه. أنا أطلبه؟ أي كيف يسمح لأقدام الكفار، جنود الكفار يدنس الأرض الحرمين الشريفين؟ أنا حافظ هذه العبارة الرئيس، والله لو كانت الكعبة في هنا في بغداد وقبر الرسول هنا في العراق، في العراق لأخذت حجرا من الكعبة وقبضة من تراب قبر الرسول وهزمتهم إلى واشنطن. هذا كان كلام. إلى واشنطن؟ إلى واشنطن هزمتهم. وبعدين لامهم هالجماعة نجايين يريدون يثبطوا الجهاد، أنا أتنازل المفروض يشجعوني، فكلهم شعروا بالخجل يعني باعتبارهم 24 ساعة يحكون جايين يحثوا على الانسحاب. الانسحاب هو اعتبر هذا تثبيط للهمة، تثبيط الهمة وضد الجهاد على ظن يعني. على أي حال كلهم تكلموا، أكثرهم قسم في إطار الحكمة والفلسفة وإطار مصلحة العامة يعني مو مباشر. كان كلامهم جميل، ترابي أستاذ كامل الشريف حكيم هو، بس بالمضمون يطلبون من الانسحاب. بالمضمون يطلبون من واضح، كان واضح ويفتهم. كان واحد باقي قاضي حسين وقريب منا، كان قريب من الرئيس، قريب من القاعدة. فواحد خلاص قال له ولكن يا سيادة الرئيس. هو قاضي حسين؟ قاضي حسين. منين قاضي حسين؟ من باكستان، رئيس الجماعة الإسلامية باكستان. من باكستان. قال لكن ولكن يا سيادة الرئيس، ما فعله جندك في الكويت لم يفعله التتار في بغداد. هذا كلام خطيرا، خطير جدا طبعا. شو نتحملها؟ ما تحملها، لا لا ما تحملها، ما تحملها، غضب. ما كان اللي يغضب، غضب.
قال أنا ما سمحت لأحد للوفود اللي يجون أن يزورون الكويت وقصور هؤلاء الفاسدين الأمراء الفاسدين، لكن وجه كلامه إلى سكرتيرة هيئ لهم طيارة وبكرة يروحون خلي يشوفوهم الأفلام الفاسدة. طبعا هذا اللقاء لم يذع لا في التلفزيون ولا في الراديو من إذاعة ولا أحد حاضر من الإعلام، الوحيد من العراقيين هو أنا بس أنا صار عندي قناعة بأنه العراق ده. دائما إخواننا اللي معانا كانوا يعتقدون بأن عند العراق ورقة أخيرة يسحبها وهي الانسحاب، ما معقول ما ينسحب مع كل هالترسانة العسكرية جبار. اللي شفته أنا حتى قلت لهم هذا، شفته شخص غير طبيعي الرئيس؟ إيه كأنه مهووس صار عنده هوس. شنو هذا الناحية؟ صار عنده مغناطيسية، صار عنده تصور أنه الذي يقول هو صحيح يكون واقع لأنه هو انتصر في إيران. بس هو معناها ينتصر بكل الحب، بس هو يعتقد أنه هذا صار عنده هذا الذي قرأته في وجهه. هذا الكلام ما يصدر هو كان صادق ترى لمعلوماتك. شنو صادق؟ يحكي هو يعني مشاعره هو حقيقية. كان حقيقي لأنه كان يبكي مع كلامه. يبكي، كان يبكي مع كلامه دموع أمامهم. لذلك هم يعني ما أديك لاحظهم كأنه شعروا بالشيء من الخجل لأنه ليش جايين مهم. أنا يعني تحول المشهد من مشهد إقناع على مشهد عاطفي. عاطفي جدا، ما هي علاقة بالإقناع، ما انتهى قضية الإقناع، ما ممكن. فلذلك أنا ثاني يوم رحت كان معاهم مهدي، أستاذ مهدي مثقف كبير، والسودانيين عندهم مثقفين يعني ما كبار طبعا، ما في البلاد العربية أعتقد قليلين من أمثالهم، شيء عجيب شفتهم. هذا مهدي منهم، وترابي أيضا كان مثقف. قلت له سأل مهدي حتما رجل عاقل وعلماني نوع إسلامي، بس إسلامي بنوع عقلاني متنور مثل حسن ترابي. قلت له شفت أنت شو انطباعك عن بكرة على اللقاء؟ قال لي أستاذ صاحبكم إيمان جبل. فقلت هذا هو معناته، انطلع عليك أيضا انطلت. بس هو ما كان يمثل، كان يمثل؟ لا هذا الذي يقول صادق، ما كان يمثل، هذا الخطورة. يا ليت كان يمثل. منين سؤال، منين باعتقادك جدت هاي القناعات؟ هذا اللي أنا أعتبره نوع من الهوس غير طبيعي. شنو الجاذبية؟ مصدر الغرور مثلاً؟ هو جزء أساس غرور وانتصارات المتتابعة. هو كان معقول ينتصر هيجي انتصار؟ لا يمكن طبعا، ما معقول طبعا. ما راحوا للكويت، ما ودهم للكويت. لا ما ثاني يوم لا طيارة ولا هم يحزنوا ولا راحوا ولا كل شيء. كل أحوال ومشكلة كان نقل، ماكو طيارة، كلها بسيارات، وتعرض رجعهم للأردن. لا يعني الأمر اللي صدر قالهم تروحوا للكويت ما تنفذ. لا ما تنفذ لأنه وضع الكويت ذاك اليوم ساعة بساعة يختلف. يعني ماكو أمن، ما يعني يقدرون يحققون. يعني العد للحرب مستمر. لا مستمر، ما كانوا يقدرون. ربما قايلي له وزارة رئيس كان ما نقدر نأمن الأمن للوفد، أي وفد. كذلك من اللي زاروا عباس مدني. أنا أبو جزان. عباس مدني جاء وحده مو معاهم، ما أدري قبلهم أو بعدهم. يعني قريب أعتقد بنفس الفترة لأنه أيضا وزير ما موجود. وتوقع برأسك كلها؟ توقع برأسي. فبس هو ما إلى علاقة المرافقين من الحكومة من القيادة، وودوه
استقبلته أنا، بس ودوني القصر من إحدى القصور الرئاسة، بس أنا كنت أزوره وودي للمطار وأجيبه. حاولت أقدر يعني أختلي بي، ودائما كان عباسي مدني أعرف. بعد ما التقى الرئيس فقلت له أستاذ إن شاء الله مهمتك توفقت وفقت، ماذا فعلت مع الرئيس؟ هو التقى على انفراد، بس على انفراد بس، هو ماكو أحد معه. ماذا فعلت؟ قال والله قلت له سيادة الرئيس أنت قاعد، القيادة ليس في الكر فقط، القيادة لا تتجلى، تعبير ماله، في الكر فقط، بل قد تتجلى في الفر. حسن القيادة تتطلب منك تفر من الكويت وليس تظل هناك، لأن أنت وحدك ما تقدر تواجه أمريكا. المشروع موجود، المشروع اللي عندك أنه موجود، لكن هذا بعد إحنا في الجزائر يصير عندنا جيش، وكأنه عنده فكرة انقلاب، أيضا كان عندهم فكرة انقلاب، يصير دولة إسلامية، وتركيا في طريقة دولة إسلامية، والإيران وجيشك الكبير لا تضحي به، هذا نواة لتحرير، كأنه تحرير مو بس العراق. هذا كلام عميق وحكيم. لا كلام، لا الرجل كان له حكمة، عباس مدني جاوبه. قلت له ايش جاوبك؟ ايش قال لك؟ ما قال لي ايش قال، بس انا اعرف ايش قال، هو نفس الكلام. قال لي يا اخ صاحبكم دون كيشوت، عباس يقول لك عباس دون كيشوت، سامع قصة دون كيشوت؟ هذا شخص ما عنده بس بطولات، ابو فرس ودريد يفتح العالم بسيف خشبي، قصة موجودة خرافية. فهذا مثل دون كيشوت، ما طول على هذا، وودينا بعدين للسيارة، أخذنا ودينا للأردن وراح. يعني كل الوفود ما اللي احنا شاهدنا، وأستاذ عبد الله معانا، كل ما نفس الكلام. طبعا نجم الدين أربكان نفس اليوم ثاني يوم شفت دخل الوزارة وجاي أمي، قال لي أستاذ محمد أنا ما تكلمت، لأن الموضوع دايريد، أنا عندي أفكار دايريد أحكيها مع طه ياسين رمضان، يحكيها للرئيس. على الأربكان؟ طه ياسين، نجم الدين أربكان. يعني ما قدر يوصلها للرئيس، يوصلها لطه. أو وصلها للرئيس ومفاد. لا ما أعتقد ما 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 ساهم، يعني حتى إذا قال كلمة قليلة، لأن هم 14 واحد 15 واحد. فاعتقادك طه ياسين رمضان زميله، هو كان وزير إسكان وذاك وزير هناك نفس الشيء، يعني هو صار رئيس وزراء بعدين. رئيس وزراء وزماله عنده، زيارة عنده، يعرفه شخصيا. فمن الصدف أنه كان مدير المكتبة أعرفه، مدير مكتب طه أنا ذاك. فخابرته قلت له ترى موضوع ملح، الرجل وزير يقول أنا صديقه، وفعلا صديقه، ولازم عصر يمشي للأردن يريد يشوفها. قال أنا أرتب له، ورتبه، وأنا هم رحت وياه. والأول أنا محضر، بس أنا ما أريد أقول له أنت ما راح تسمع إلا ما سمعته من الرئيس. طبعا ما تسمع غيره. طبعا فعرفت أنه دول السياسيين ما يفتهموا،
يعني مو من مستوى المفروض يعرف الرئيس. جهاز التحكم بيد واحد. إيه. كان جهاز التحكم بيد والإيقاع ضبط واحد. إيه. ما كان. إيه نعم. في جواب. طبعا نفس الجواب. قالك أستاذ تشرد شو تطرحش؟ هذا محافظة رقم 9 19 19 واحدة أنتم تسحبون من إحدى محافظاتكم يعني بس بهالأسلوب جدا ضحل. ساذج. ساذج جدا. جدا هو قام صاع يفلسف ان الصهيونيه متغلغله وفي كل $6 واحد يروح للصهيونيه والحرب ما يستفيد منها الا اليهود من هالمدخل يريد يدخل هو ما يعرف الا ان الكويت محافظه 19 من بداية الحرب شنو كانت مهامكم؟ عندكم مهام بالحرب؟ حرب الكويت 91؟ وين كنت انت؟ وين رحت؟ طبعا اكون اريد شيء اخر ايضا نذكر قبل الحرب اوفدوني الى اليمن وراء هاللقاء قبل الحرب ايام اسابيع يعني اربع اسابيع يعني واحد عيد يعني ميلاد انا كنت في السودان واحد واحد كنت في السودان وثاني يوم أو ثالث يوم رجعت الأردن ورحت اليمن هم زين أبو اليمن كان صديقي وجاب جريدة وجاب كتلة أخرى لا تجيب لي جريدة ولا تجيب لي صحافة تعال أحكي لك أنا وأنا أنت ترى وضعنا كلش سيء بس لا تحكي لي أحد هو صديق رجل عرف أنه أنا ماني دحكي ولا هذا بالسودان ما صار أنه فات شيء شنو المهم رايح بيها أنت؟ أنه إعلام بعدكم تحشدون؟ إيه بعدنا الحشد بعدنا الحشد على شنو تحشدون؟ والله ما الدنيا مقلوبة بعد إيه أنا ما قدرت أنا ما قدرت ما سويتش؟ لا ما سويتش أي شيء مهم رجعنا للأردن أبو ماجد ما أدري شلون أعرف أنت بالأردن أنا موجود بالأردن متابعين أبو ماجد والغوشة اثنينهم جو للفندق على أساس عندهم خبر مهم يعطوني اياه حتى وصل للقياده اهلا وسهلا قال انتم شاكو عندكم يا اخي استاذ بس احنا ميتين من القهر هم يقول لك هم قالوا هل عندكم اسلحه يعني شلون راح الخبر اللي عندهم قال جانا خبر من سوريا ان هناك خطه راح الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي يلتقون في منطقة تبوك ما أدري وين ويصير هجوم كاسح جيش الإسرائيلي هم وياه هذا كان خبر قلت له أولا أنا ما عندي أنا مجرد موظف هاي القضايا ربما حتى الوزير ما يعرف مو شغلكم على اساس يريدون نطمئنهم انه عندنا اسلحه نقدر المعلوماتي حتى قلت لهم معلوماتي احنا متعبين توّن طالعين من الحرب هيجي هذا اللي اعرفه اما اكو سلاح سري انا ما اعرف بس المشكله هذا اللقاء بعد ما طلعت من بغداد وطلعت من كردستان ورحت للأردن مخابرات العراقية يقول أنت ليش التقيت بال يقول لك ليش التقيت بي؟ التقيت بأبو ماجد الغوشة بالفندق صار نقطة علي رادة وما ينطوني قلت له يا أخي مو أنا التقيت شخص مخابرات العراقية؟ الأردنية قلت يا أخي مو أنا أكو شخص آخر كان اسمه محمد شريف وكيل وزارة أنا محمد شريف بس مو وكيل وزارة تهربت؟ ها؟ تهربت منها؟ ايه طبعا يعني شو سوي شو اقولهم؟ لا ما اعرفوا يعرفون.
يعرفون طبعا يعرفون يعرفون حكيت لهم. كان عندكم وكيل ايضا يعني يبدو لي الدوله ما كانت ماخذه بنظر الاعتبار التوازن الطائفي. ايه؟ كان عندكم عدنان دهش وكيل. نعم. وزاره. نعم كان عندنا فعلا جابوا عدنان الدهش لشكل من التوازن، بس مع الأسف علماء الدين رجال الدين اللي بالنجف واللي بالثورة يجون يروحون يما مشاكل عندهم مثلا كأنه ما يستجيب لهم، يروح لهم يقول لهم روحوا للدكتور، يجون يمي أقولهم عندكم وكيل وزير خاص بقضايا الحسينيات. هو فعلا هذا اختصاصه؟ طبعا مو ما معين للحسينيات. لا لا قطع يعني قطع هذا. بس معروف معروف. قال كان يقولون يخاف يخاف. فعليش يخاف هو وكيل وزارة على أي حال ما بقى يعني ما يبدو ما 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 أدى دور. ما طول مو؟ ما طول كثير ما تدور. كان عندكم تنسيق مع وزارة الإعلام حول النشريات الدينية والطبع؟ طبعا كان كل شيء، بس الدور كان كله لوزارة الأوقاف. اللهم إلا مؤتمر، عقد مؤتمر ما دي حكيت لك هذا، مؤتمر بعد انتهاء الحرب على الشعوبية. ايه فاحنا حضرنا مع يعني باشتراك مع وزارة الأوقاف، فمؤتمر تحول إلى ضد الشيعة. احنا كوزارة الأوقاف رفضنا هذه الفكرة، ورفضنا أنه الخطاب يتوجه خطاب إقصاء، خطاب طائفي، هاي لن تكون من سياسة وزارة الأوقاف إطلاقا ولا التوجيه. لكن ثقل يعني واضح، ثقل الطائفية كان واضح فيه. بعد 91 حضرتك انت يعني بقيت بالوزارة لأي سنة؟ 93 مو؟ أنا بقيت أو آخر 91 طلبت الإحالة على النقل، إحالة ما قبل الأستاذ عبد الله فاضل الله يرحمه، طلبت إحالة على نقلي إلى وزارة التعليم العالي. ليش؟ كنت مضايق من أجواء الوزارة؟ أثناء الحرب ما كنت أقدر، وإلا قبل الحرب حاولت، توسطت أستاذ عزة الدوري ما قبل. أنا ردت يعني أسباب كثيرة، ما كنت مرتاح خاصة في بعد الأنفال، بعد المسائل اللي قام بها الدولة ضد الأبرياء. لا وكرد أبناء جردتك ذلك، أيه أبناء قومك يعني. ما كان مهما يكون ما كان بإمكاني أن، لكن ما كان بإمكاني أن أحكي ولا كان بإمكاني أن أسكت. لكن الوزير كان يعرف أنا ما مرتاح، كان الوزير يعرف جدا. بقيتها دكتور بشار قال سألوني هل يجوز إطلاق تسمع؟ فمثلا هذا دليل على أنه كل المسائل يتعلق بالفتاوى يحال إلي، هذه المسألة أحيل إلى الدكتور بشار. مقصوده؟ إيه طبعا يعرفون أنه أنا ما تعطيه ما 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 يعني. ودكتور بشار أيضا ما لا دكتور بشار أنا أكبرته جدا، قالهم لا يجوز يعني. لو أنا لو ما كان ما كنت أقدر أحكي نفس ال شنو 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 السؤال فحوى السؤال؟ سؤال شنو موقف قتال البغاة؟ لا يقول هل يجوز تسمية الأنفال؟ إطلاق تسمية الأنفال على الحرب؟ هذا أيضا موجود ضمن السؤال. فهو ما قابل وقالهم مسلمين ما يجوز قتالهم، ويطبق عليه وين طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، أنتم تعلنون الصلح بعد ذلك ممكن كلام آخر. الأنفال هزتك تماما
تماما. وقبل حادثة أخرى هم هزتني، مو هزتني أبكتني، لكن يعني بالحرب ما قدرنا يعني. حادثة تتعلق ب أم قتل البارزانيين الأبرياء في قشتبة، هذا الجريمة أكبر من حتى من الأنفال. ليش؟ لأنه ما قاعدين ومطمئنين وموالين، ما طالبين منهم نقلهم إلى مكان آخر. الأنفال أنذروهم شهر وإلا نقتلكم، هدول حتى إنذار بدون إنذار، رأسا قتل فجائي، قتل اغتيالا. أستاذ دكتور محمد شريف، هذا زمن الحلقة الثانية انتهى، عندنا بعد حلقة واحدة نختتم فيها جميع المعلومات وجميع ونصل إلى نهاية المسار إن شاء الله. مشوارك طويل بالوظيفة، مشوارك طويل بالأوقاف، ومشوارك طويل بالمهام الدينية والفكرية اللي كلفت فيها، إن شاء الله نكملها، نصل إلى نهاية المشوار في الحلقة الثالثة والأخيرة. مشاهدي الكرام، انتظرونا في حلقة ثالثة وأخيرة مع المفكر الأستاذ الدكتور محمد شريف، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. هذا بيان البيانات.